طيب خليني اقف شويه بس ابعد عن الكوره وكلام يمكن ده الخبر يخص اعضاء النادي الاهلي اللي يعني رايحين مدينه نصر دايما، لانه يمكن حتى انا كنت بسال كابتن اشرف قبل ما نبتدي اللقاء على الهواء انه اخبار الركنه في مدينه نصر ايه، فكان بيقول لي شيء صعب جدا. ده خبر ده يمكن صحيح يكون كويس لجمهور النادي جدا ان الاهلي. شاء الله. النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره طبعا كان في جوله تفقديه لمشروع جراج فرع النادي الاهلي مدينه نصر، وطبعا كان في لقاء مع المسؤولين عن تنفيذ المشروع، يمكن كان مع كابتن محمود الخطيب دكتور سعد القائم باعمال مدير تنفيذي، دكتور سعد شلبي القائم باعمال مدير تنفيذي للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين كده دي جوله في تفقد فيها كابتن خطيب سير الاعمال بتنفيذ المشروع. خطوه استباقيه الحقيقه، لانه يعني مش موجود في معظم الانديه ايوه ان ده يبقى جزء عندك يمكن من باركينج. الجراج باين هنا ده جزء طبعا ان الجراج معمول وصل. بشكل محترم. انا لسه ايوه كنت في النادي من يومين وشفت الاعمال اللي بتتم فعلا، والحقيقه تقريبا يعني يعني خلاص يعني قرب بشكل كبير لمسات جدا. النهائيه لانه فعلا حل مشكله الاعضاء في كابتن اشرف. مجلس الاعضاء في اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي الحقيقه بيعانوا في مدينه نصر عموما. خلي بالك ايوه يعني مدينه نصر بشكل عام الركنه فيها صعبه جدا جدا، وانه يكون في جراج او باركينج للاعضاء داخل النادي اعتقد هتحل ازمه كبيره جدا 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 للاعضاء طبعا. هي يعني مدينة نصر في حد ذاتها نموذج، يعني ما تيجي تدرس للولاد كيف تتجنب العشوائية والله بجد. هات مدينة نصر. أنا فاكر مدينة نصر دي كان كنا بنروحها زمان في الأول ما طلعت. أنا بس عايز أقف في اللقطة دي، بص الصورة اللي ورا كابتن محمود الخطيب. كابتن حسن حمدي ممكن طبعا نرجع ثواني بسيطة. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أهي طبعا دي الصورة يعني بتاعت كابتن حسن يعني حمدي ده طبعا. ده مش جديد، الوفاء والعرفان لكل من قدم للنادي الأهلي شيء، أيوة. أعتقد إن ده حاجة مهمة جدا جدا، واعتراف كل، خلي بالك كل مجلس إدارة أو كل حد بيشتغل في النادي الأهلي بيسلم الرأي اللي بعده. أيوة. ودي نقطة مهمة، ما تبتديش من الصفر، انت بتبتدي وتتعلم من من سبقوك وتكمل الشغل اللي تم، لا ودي نقطة مهمة الجزئية اللي جدا. انت بتقولها تحديدا فكرة انك انت بتتعلم من من سبقوك، وان من سبقوك بيبقوا حريصين على تجهيز كوادر جديدة ده صحيح ده صحيح. تتولى المسؤولية في المستقبل. حتة الصراع دي في تنافس على السوق، يعني انك تتولى مسؤولية ده تكليف وتشريف في نفس الوقت، لكن فكرة المنافسة مش ممكن ابدا في نادي تتحول الى صراع. والدليل حتى بعد اي انتخابات بتحس انه بمجرد الاعلان عن النتيجه حاله الود المهندس محمود طاهر على حاله وفاق بالظبط كبيره كده جدا مع كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي بيخلي النادي الاهلي النهارده هو نادي القرن، وهو النادي اللي الكل بيشيد بيه وبسلوكياته او باخلاقيات النادي الاهلي وبهذه المنظومه المحترمه المحترفه. يعني انا من تقديري انه يعني يمكن في خلال فتره بسيطه جدا هيتم افتتاح طبعا إن شاء الله. الجراج ده، لانه من الواضح انه تقريبا لا خلاص الاعمال بشكل تمت كبير بنسبه جدا 90% اعتقد. فاعتقد انه حتى الرصف يعني تم بشكل أيوة. كبير. لا الحقيقه هتكون يعني خطوه مميزه جدا ومريحه جدا جدا للجمعيه العموميه او الاعضاء اعضاء النادي ان شاء الله. النادي ان شاء الله.